السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا ست نجلاء. حضرتك انا بمر بمرحله معينه يعني ان بانقطاع الطمث يعني، فانا عموما طولي 147، انا مش قصيره يعني، بس وزني دلوقتي وصل حوالي 54 كيلو. انا مهما عملت دايت في الايام اللي انا فيها دي عشان انا ارجع ال 47 او 48 كيلو اللي انا كنت فيهم مش نافعين خالص، مش مأثر معايا اي حاجه خالص. فطبعا انا مبرم نفسيه اصلا مش متظبطه خالص يعني من تحت راس الموضوع ده. طب هو سؤال، انت لما طولك 147 سؤال بس ممكن اعمله يعني حولك بس، هل طول يعني وزنك لما يكون 54 وطولك 147 هل تعاني انت شايفه من السنه؟ هل انت مش مبسوطه بالوزن دوت؟ انما اعتقد 54 مناسب بالنسبه لك برضه، يعني مش لازم توصلي 47 كيلو. لا انا مش مبسوطه منه لاني انا ببتدي املى من اماكن اللي هي السنه الموضعيه. بس كشكل عام شكل مش تخين طبعا، انا مش واخده على شكلي كده، فده متعبني نفسيا. انا عايز اسالك السؤال، انا مش مأثر معايا حاجه، وخدت ادويه ثانيه قلت يمكن تساعد، انا طبعا حتى مش عارفه اسميها يعني للاسف نسيتها، بس ما برضه ما اثرش معايا اي حاجه. وكل يوم بوزن نفسي الاقي مثلا يوم 54 الاقي يوم ثاني 53، فانا مش ثابته على ميزان حتى. هو السؤال بس اللي عايز اساله لك، هل الوزن 53 و54 شكلك في نوع من انواع الازعاج ليكي؟ يعني انت يعني عايز بس تفهميني السؤال، يعني هل وزن 54 شايفه انه مش مناسب بالنسبه لك، شكلك مش حلو، في دهون زياده غير السنه الموضعيه؟ بالظبط، حاسه ان السنه الموضعيه ليها علاج ممكن يغنيكي تماما عن موضوع الادويه وموضوع الدايت. يعني انت لو انا وزني كويس بس في مشكله سنه موضعيه زي منطقه الارداف مضايقاكي، ده دور الجلسات معايا الناجحه لعلاج السنه الموضعيه اللي بعيد برضو عن الدايت وبعيد عن العلاج. اكسبت لو انا مفروض معايا او كدكتور متخصص ان بيحطك على ميزان عشان يكون رد علمي وشايف فيه في الجهاز طالع فيه كميه دهون زياده عن الطبيعي بالنسبه لك او عن احتياجك، يبقى هيضطر يديك دايت ناجح فعلا هتلتزمي بالكميات وانواع ومواعيد ومالوش علاقه بالدايت اللي انت بتعمليه قبل كده، ممكن يكون دايت فاشل مع علاج يكون ناجح، وممكن قوي اللي يكون العلاج اللي بتاخديه قبل كده كان علاج فاشل. عشان كده منظومه الدايت والعلاج هي عايزه منظومه ناجحه، مش كل الدايت مش كل العلاج معايا ومش كل الاجهزه، هي الفكره كلها ثقافه الدكتور او خبرته او امانته معايا. انا بكتب علاج لازم يكون علاج ناجح، انا فاهم بخبرتي في العلاج ده ان يجيب نتيجه ايجابيه. ما ممكن قوي تقولي لا انا مش هاخد، انا همشي على علاج صاحبتي او العلاج اللي في النت، كل طبعا كلام فاضي. معايا العلاج لازم يكتبه طبيب متخصص وفاهم امكانيات الدايت والعلاج والجلسات اللي يعملها لك بحيث يعرف يجيب نتيجه.